حرصاً على تثبيت دعائم العيش المشترك والتعايش السلمي في منطقة شقيق الواقعة بمحافظة الصنيت، والتي شهدت في ديسمبر 2029 نزاعاً قبلياً خلف العديد من القتلى، وبتوجيه من وزارة إدارة الأراضي قام حاكم ولاية البطحة أحمد جوكوني مورالي بوساطة تكللت بالنجاح، فقد رحب الطرفان باقتراح السلام بكل فخر، والتزما بتوعية مجتمعاتهما بشأن نبذ العنف وتجنب الاستفزازات والاتفاق على تقاسم المراعي والمياه المتوفرة في المنطقة. ولذلك وقع الطرفان على محضر للالتزام بدفع ما تبقى من الدية، كما وقع المسؤولون المدنيون والعسكريون على المحضر كشهود. وتشكل هذه المرحلة من الجبر العرفي شرطا أساسيا لتحقيق الصلح النهائي. بعد أن وضع توقيعه على المحضر، عبر حاكم ولاية البطحة أحمد جوكوني مورالي عن سعادته بهذا الصلح. المشكلة صارت وهسه خليه يرجعوا يعيشوا أخوان. أنا نشكرهم، مشوا حاوروا معهم، حصلوا نتيجة وجونا اليوم. المشكلة انتهت نهائيا، وشاروا 45 يوم ليكملوا الباقي. في ده كلنا وقعنا على الوثيقة دي، المشكلة كملت. وأنا نشكركم الجميع، علما أن الحاكم أيضا وضع يده في جيبه للمساهمة في الدية المتبقية.